موسم جديد. طبعا موسم جديد وبدايه جديده وان شاء الله نامل تبقى البدايه جيده. بكره عندنا اول ماتش بكره مع سموحه ان شاء الله، نامل نستكمل مسلسل انتصارات اللي هو كان من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها دي، تبقى بدايه دوري. دايما لازم نحفز اللعيبه، بندعم اللعيبه، بنقول لهم من البدايه عينكوا على البطوله، عينك دايما من اول ماتش اللي انت 3 نقاط، نخلص الماتش دوت نشوف ورانا ايه الماتش اللي بعديه، بعد كده هنروح السوبر. لكن بكره تركيزنا كله في ماتشنا مع فريق نادي سموحه. خلي بالك يا خالد، نادي سموحه فيه يستغنى عن حوالي مثلا لعيبه كتير قوي، لعيبه مهمه 12 لعيب، ابرزهم مع مروان حمدي وعبد الكبير الوادي وحمدي علاء اللي كان معار، وحمدي علاء، وفي لعيبه كتير، وفي كناريا النهارده كان بيلعب، في لعيبه، في حوالي بتاع 12 لعيب. هو جاب 16 لعيب بس 16 لعيب معظمهم ممكن مش معروفين قوي يعني، انديه درجه ثانيه كده مميزين. وخلي بالك معاهم مدير فني جيد جدا كابتن طارق العشري، خبير في النواحي الدفاعيه. صحيح. فان شاء الله بكره تبقى البدايه بتاعتنا جيده، بدايتنا هجوميه، لان هتلاقي فرقه يعني تلعب كره دفاعيه اكتر من هجوميه، فمش عايزين نستعجل بكره على المكسب، وناخد بالنا من الهجمات المرتده اللي ممكن يعملوها. طيب انت عندك كابتن عشان برضو الناس تبقى معانا، معاك القايمه؟ انا معايا القايمه. يعني طبعاً. سموحه تعاقد مع 16 لاعب، 16 لعيب. احمد السعداني، احمد السعداني ده كان حارس مرمى البنك الاهلي، او جونيور اجايه. طبعا جونيور اجايه ده متعور مش هيلعب مش بكره، مش مصاب. عندك الفلسطيني محمد رشيد ده كان بيلعب في اندونيسيا، في اندونيسيا. عندك احمد عيسى ده بيلعب في الخريطات، ده كان في قطر. في محمود الملك، الملك ابو ده ابو قير الاسمده، احمد حسين النصر، محمد عصار لافينا ده كمان لعيب كويس جدا، بس هيغيب بكره. عنده تقريبا ثلاث انذارات من الموسم الماضي. اسلام كانوا من بتروجيت، بسام وليد، وادي دجله، احمد حامد المصري المدافع بتاع المصري، احمد عبد العزيز المولين العرب مدافع برضو، باك ليفت ايوه، بنجامين برنارد بواتينج ده اللي في الاتحاد السكندري، محمود شبانه الزمالك، احمد مصطفى اسماعيلي برضو، احمد ده لعيب كويس، دوكو دونو ده كان بيلعب في بنين الهولندي، ورجب البرجيجي ده كان بيلعب في اوتريخت الهولندي. فهو طبعا هتبقى طبعا البدايه بالنسبه له، انه طبعا هو مش يعني طارق العش بكره مش هيجازف. طب بس كمان لازم نقول كابتن زي ما حضرتك قلت، لان سموحه كانت فرقه تقيله السنه اللي فاتت، تقيله طبعا، فرقه تقيله اتقل من السنه. كان عندهم عبد الكبير الوادي، مروان حمدي، رجب نبيل النهارده كان مع سيراميكا، كناريا، محمد شكري باك ليفت كويس جدا استغنى عنه نادي الاهلي، بيكهام طبعا، حمص احمد عيد، مصطفى خواجه، محمود عزت، وامير عادل، وحمدي علاء، حوالي 12 لعيب. فطبعا في بدايه الموسم طبعا يعني طارق عشري في ماتشه مع الزمالك بكره يهمه انه ما يخسرش، وخلي بالك برضو التجانس مش هيبقى موجود قوي في البدايه مع فرقه سموحه غير نادي الزمالك. نادي الزمالك يعتبر بقى لنا سنه وشويه تشكيلنا ثابت، ممكن بيخش دخل مثلا زكريا الوردي عليه، دخل نضاي اللي هو بكره مش هيبقى موجود، لكن عندك دايما الاعمده الرئيسيه. ولعبنا 4 ماتشات رسميه، ولعبت 4 ماتشات هو ما لعبوش ولا لكن عندك دايما الاعمده الرسميه يا خالد، بيبقى في 7 أو 8 لعيبه بنبقى احنا حافظينهم، خاصه بيبقى مثلا حراسه المرمى، خط الدفاع ممكن ما تلاقيش في تغيير كتير، 2 بتوع نص الملعب في اللي هم الديفندرات، ممكن التغيير بيبقى في الاماكن الاماميه شويه مثلا، لكن بيبقى زيزو حاجز مكانه، الجزيري حاجز مكانه، هل بكره ممكن نشوف عوده امام عاشور؟ يعني هنتكلم طبعا في التشكيل والحاجات دي، لكن انا اتمنى بكره تبقى البدايه قويه لنادي الزمالك. نادي الزمالك لازم، عايز اشوف نادي الزمالك بياخد، خدنا دوري سنتين، عايز اشوفه بياخد دوري ثالث مره ورابع مره وخامس مره، ايه المشكله اللي احنا؟ بس المهم تجتهد، المهم تشتغل، المهم تتعب في الملعب زي ما تعبت السنه اللي فاتت واللي قبليها، ربنا اداك على قد مجهودك وتعبك، لكن مش هتتعب مش هتكسب. فان شاء الله تبقى البدايه كده قويه بكره.